خسارة الجيش على فلانسبورغ وخسارة الأهلي للأسف أمام توبات البرازيلي. إذن وهذه المباراة مباراة مهمة تهم نادي السد والبحث عن بطاقة التأهل على حساب سيدني الأسترالي. على بركة الله يبدأ هذا اللقاء سيدني الأسترالي بلباسه الأزرق على يمين الشاشة، بينما نادي السد بلباسه التقليدي المعروف الأبيض والأسود على يسار الشاشة. يدير هذا اللقاء طاقم كوري مكون من سيوكلي وبونكي، حكام دوليين من خمس أطقم تدير بطولة العالم للأندية أبطال القارات السوبر جلوب. كرة أولى لمصلحة سيدني ولكن خارج المرمى السداوي، تعود للحارس عبد الملك سلحاجي، وكرة أولى أيضا لنادي السد وهدف جميل عن طريق سلف الدين أوميتش اللي يظهر في الشاشة. هدف أول لمصلحة نادي السد. كرة جميلة وهدف جميل لنادي السد عن طريق سلف الدين أوميتش. مباراة أخيرة في اليوم الثالث لبطولة العالم للأندية أبطال القارات، كما ذكرت تجمع بين السد القطري مستضيف هذه البطولة لخمس سنوات متتالية في نسختها الثامنة. بالمناسبة نادي السد سبق وأن حصل على لقب هذه البطولة عندما استضاف البطولة في موسم 2002، إذن هو حامل لهذه اللقب في موسم 2002 وفي خزائن هذا النادي العريق الذي يستضيف بطولة السوبر جلوب للمرة الخامسة على التوالي منذ أن حطت الرحال للمرة الثانية عام 2010. سبق وأن حصل على المركز الثاني في موسم 2012 عندما لعب مع كيل الألماني في النهائي في موسم 2012، رمية سبع أمتار وهناك إيقاف دقيقتين بإشارة واضحة من حكم اللقاء الكوري الدفع أثناء التصويب على ماريو، ورمية سبع أمتار أولى لمصلحة السد القطري وإيقاف دقيقتين على اللاعب رقم 8 من نادي سيدني فيكتور. هدف ثاني لمصلحة نادي السد وهذه المرة عن طريق أمين بن نور المحترف التونسي في صفوف نادي السد. أمين بن نور إذن يحرز أول أهداف نادي السد من خلال أو ثاني أهداف نادي السد عفوا من خلال رمية السبع أمتار الأولى في المباراة، والكرة تعود لمصلحة سيدني الأسترالي في الجهة اليمنى إلى المنتصف عند اللاعب ألكسندر صانع الألعاب 11 لاستروم. محاولة من سيدني الأسترالي لاختراق دفاع نادي السد الصلب المكون من هاني الفخراني المحترف المصري وسلف الدين أوميتش. على الجهة اليمنى ريناتو اللي عنده الكرة الآن، ريناتو للجهة اليسرى ولكن دفاع متماسك في ثلاث دقائق لعب إلى الآن من الشوط الأول. كرة ضايعة على الجناح الأيسر لجامعة سيدني الأسترالي، حاول يلعبها مفترة على الحارس عبد الملك سلحاج. هدف جميل للاعب فهد البيشي اللي واضح على الشاشة المعار من نادي الغرابة في هذه البطولة. بالمناسبة أربع لاعبين يلعبون مع نادي السد في بطولة العالم للأندية معارين من الغرافة القطري هم فهد البيشي وهاني الفخراني وصبحي سعيد والحارس يوسف العبدالله، معارين من نادي الغرافة القطري في هذه البطولة. كذلك هناك لاعب من نادي الأخوية عبد الله حافظ. محاولة لجامعة سيدني الأسترالي على الجهة اليمنى إلى المنتصف لألكسندر فيكتور، يعود بعد استنفاذ عقوبة الإيقاف لمدة دقيقتين اللاعب رقم 8 من جامعة سيدني لاعب الدائرة استنفذ عقوبة الإيقاف لمدة دقيقتين. كرة لمصلحة سيدني الأسترالي
يحاول سيدني والبحث عن أول أهدافه في اللقاء. على الجهة اليمنى تصويبه ولكن خارج المرمى ورمية مرمى سريعة لمصلحة نادي السد عن طريق ماريو. برافو، كرة جميلة ومؤازرة من لاعبين السد على دكة البدلاء، وهدف جميل للاعب ماريو اللي واضح على الشاشة وأول أهدافه في اللقاء، وكانت تمريرة ذكية من الحارس الجزائري عبد الملك سلحاج. محاولة لسيدني الاسترالي والبحث عن أول أهداف اللقاء بالنسبة لجامعة سيدني الاسترالي، بينما نادي السد متقدم بأربع أهداف مقابل لا شيء. تصويبة وأول أهداف سيدني الاسترالي بالفعل عن طريق دانييل، سنتر سريع من نادي السد، وهيكل مقنم أو هذا صبحي سعيد عفوا، هيكل مقنم يلعب لنادي الجيش وكلاهم في المنتخب التونسي سابقا، لاعبين مخضرمين على طراز عالي يمثلون أنديتنا القطرية أمثال صبحي سعيد اللي عند الكرة الآن أو أمين بن نورة رقم 7 أيضا. كرة قوية ولكن في إيقاف لمدة دقيقتين من الحاكم الكوري، راح نشاهد بالفعل دفع أثناء الجم أثناء التصويب في الهواء، لاحق الدفع أثناء التصويب عقوبته إيقاف لمدة دقيقتين. إذن يحصل اللاعب ريناتو على إيقاف ثاني بالنسبة لسيدني الإسترالي، والنتيجة تبقى 4-1 لمصلحة السد القطري. أمين بن نور إلى سيد قناوي، وهدف أول لمركز الجناح لنادي السد عن طريق سيد قناوي في الجناح الأيسر. لاحظ الارتقاء، فتح لنفسه الزاوية وسجل أول أهداف اللقاء لاعب منتخبنا القطري سيد قناوي ونجم كرة اليد الشاطئية. في المنتصف لمصلحة سيدني الاسترالي اللي يبحث عن الهدف الثاني، والكسندر محاولة للاعب رقم 23 دياكو لكن مقطوعة لنادي السد، سريعة من سيد علي، سيد قناوي ويسجل ثاني أهداف الشخصية والهدف السادس لمصلحة نادي السد من هجوم مرتد سريع. ويبدو أن سلاح نادي السد الهجوم المرتد السريع والبحث عن الأهداف لزيادة الغلة. نادي السد يبحث عن التأهل، وأعتقد أن مهمة سهلة نوعا ما لمواجهة هذا الفريق الإسترالي اللي لثالث بطولة على التوالي يشارك، اللي هو جامعة سيدني، يقوده مدرب ألماني فيليب أندريز. وكرة سداوية وهدف أول لهاني الفخراني المحترف المصري في صفوف نادي السد، والهدف السابع لنادي السد والأول لهاني الفخراني في الدقيقة 7. إذن 7 دقائق و7 أهداف، وهنا لقطة لهاني الفخراني ولقطة أيضا لمدرب سيدني الإسترالي اللي يطلب أول وقت مستقطع في اللقاء في الدقيقة 7:42. I want you to play really long attacks. I want you to face the goal. Every action you do, be dangerous. Get the ball speed up. Move the ball from station to station until you get a decent shot. Okay? If that means from left to right, from left, then do it. Okay? I don't want to see half-past chances anymore. And I most certainly don't want to see any unprepared shit. We need to know when what is coming so we can run back. They run quick.
ينتهي الوقت المستقطع الأول لمصلحة سيدني الأسترالي، وهو وقت مستقطع أول في المباراة في الدقيقة 7. كرة لمصلحة سيدني الأسترالي، محاولة لتسجيل الهدف الثاني عن طريق سيدني الأسترالي على الجهة اليمنى، وأربع خطوات مشي بالكرة على لاعب الجناح لسيدني الأسترالي، سريعة تنفذ لمصلحة السد القطري في الجهة اليسرى إلى اليمنى سلف الدين أوميتش، ورمية 7 أمتار ثانية لنادي السد يحتسبها الحكم الكوري سيوكلي. لقطة لمونجي البناني المدرب التونسي وأول موسم له، هنا أيضا لقطة للمدرب الألماني فيليب. محاولة تسجيل الهدف الثامن ولكن تضيع رمية 7 أمتار الثانية لنادي السد عن طريق أمين بنور، حاول يلعبها من فوق الحارس الأسترالي ولكن خارج المرمى بعد تصديه للكرة الماضية. محاولات لسيدني الأسترالي في المنتصف عند اللاعب ألكسندر صانع الألعاب، بينما دانييل هو الظهير اللي عند الكرة الآن، وتصويبة وهدف جميل لدانييل، والهدف الثاني لمصلحة سيدني الأسترالي. لاحظ الارتقاء ووضع الكرة فوق حائط البلوك لنادي السد وتسجيل الهدف الثاني لسيدني الأسترالي في الدقيقة 9. 5 أهداف الفارق، 7-2 لمصلحة نادي السد. ونذكر بأن هذه المباراة هي الأخيرة في الدور التمهيدي في اليوم الثالث لبطولة العالم للأندية أبطال القارات السوبر جلوب في نسختها الثامنة باستضافة الدوحة. أمين بنور، وهدف جميل لأمين بنور من خارج منطقة 10 أمتار تقريبا، ويضع كرة على يمين الحارس الأسترالي، وهدف جميل لأمين بنور اللي واضح على الشاشة الآن وتسجيل الهدف الثامن. عشر دقائق لعب والبحث عن الهدف الثالث بالنسبة لسيدني الأسترالي. واضح الأخطاء الشخصية بالتمرير في الاستلام فريق نادي سيدني الأسترالي، و مشاركته الثالثة المتواضعة بطل أقنوسيا بعد فوزه في الأخير على كيلدا ميلبرون بنتيجة 24-23 وتأهل لبطولة العالم للقارات. وسيد علي يسجل الهدف التاسع لمصلحة نادي السد بهدف جميل يؤكد من خلال تفوق نادي السد، والهدف الثالث لسيد قناوي في الشوط الأول إلى الآن. ندخل في الدقيقة 12 ومحاولات سيدني الأسترالي المتواضعة، وهدفين فقط في 12 دقيقة لعب تقريبا. على الجهة اليسرى دياغو إلى اللاعب رقم 4 دانييل، مسجل الهدف الأخير لسيدني ودخول خاطئ بإشارة واضحة من حكم اللقاء الكوري سيوكلي. تعود الكرة لمصلحة نادي السد عند اللاعب سيلفا الدين أوميتش، رمية حرة لمصلحة نادي السد في التنفيذ صبح سعيد اللي يلعب كصانع الألعاب. أيضا هناك لاعبين على طراز عالي من دولة البحرين هم المحترف حسين الصياد وزميله جعفر عبد القادر. دخول خاطئ بإشارة واضحة من الحكم الكوري اللي واضح على الشاشة من صبح سعيد،
خطأ مهاجم. محاولة للفريق الاسترالي تسجيل الهدف الثالث، ولكن تصدي لعبد الملك سلحاج اللي واضح على الشاشة حارس مرمى نادي السد المحترف الجزائري في صفوف نادي السد. لكل نادي الحق بإشراك أيا كان من لاعبين المحترفين في هذه البطولة، بطولة العالم للأندية أبطال القارات، وكل الفرق دعمت صفوفها بنجوم عالميين سواء برشلونة الأسباني أو فلانسبورغ الألماني وأيضا فرقنا القطرية. كانت محاولة من اللاعب الأسترالي رقم 4 دانييل مسجل الهدف الثاني لسيدني الأسترالي، ولكن حكم اللقاء يشير بأنها لامست حائط الصد، بالتالي رمية جانبية لمصلحة سيدني الأسترالي. محاولات لسيدني على الجهة اليسرى، خطأ ورمية حرة، وهناك انذار ربما هو الأول على نادي السد. بالفعل انذار أول على اللاعب سلف الدين أوميتش بعد التدخل الأخير على اللاعب الأسترالي رقم 4 اللي هو دانييل. نادي سيدني الأسترالي حصل أيضا على انذار للاعب رقم 8 فيكتور، وهنا يقوم بالسلامة اللاعب الأسترالي. لقطة لبعض من لاعبين توبات البرازيلي اللي استطاع أن يتغلب على الأهلي القطري في آخر مباريات الدور التمهيدي، بالتالي راح يلعب الأهلي القطري على المركز 7 و8 في المباريات الترتيبية هو ونادي سيدني الأسترالي. كرة سريعة لنادي السد وهدف جميل لمصلحة نادي السد عن طريق اللاعب ماريو من انفراد تام على المرمى الأسترالي، ويسجل الهدف العاشر لمصلحة نادي السد. هدفين لماريو توميتش لاعب نادي السد في الشوط الأول إلى الآن. ندخل في منتصف الشوط الأول والدقيقة 15 من هذا اللقاء الأخير في الدور التمهيدي. غدا راحة، بعد غد نلعب الدور النصف النهائي ومباريات الترتيبية. يوم الجمعة يوم النهائي. كرة ضايعة على سيدني سريعة تعود لمصلحة نادي السد عن طريق ماريو. هيكل مقنم حاول يمررها لهاني الفخراني على الدائرة، مقطوعة لمصلحة سيدني الأسترالي. سيدني وبالفعل يسجل ثالث أهداف في المباراة عن طريق اللاعب رقم 13 من صفوف نادي سيدني الأسترالي دانييل. أول أهداف هذا اللاعب لفريق سيدني الأسترالي. محاولة لنادي السد عن طريق هيكل مقنم. سيد علي على الجناح الأيسر، ثلاث أهداف لسيد قناوي وأيضا ثلاث أهداف لماريو لاعب الدائرة في نادي السد. والحل الأسهل لنادي السد عن طريق الدائرة من خلال ماريو توميتش اللي يسجل الهدف 11 لمصلحة نادي السد القطري. محاولة لسيدني الأسترالي في الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى في المنتصف، واختراق وهدف رابع لمصلحة سيدني الأسترالي من مجهود فردي عن طريق اللاعب رقم 27 ريناتو من اختراق على منطقة 6 أمتار. هذا ريناتو الواضح على الشاشة ويسجل الهدف الرابع. نفس تشكيلة نادي السد لم تتغير في 17 دقيقة لعب. وهيكل مقنم وهدف جميل لهيكل مقنم بمجهود فردي وخداع. أنا معلق على هيكل مقنم، ولكن هو صبحي سعيد نجم نادي الغرافة ونجم المنتخب التونسي سابقا. كما ذكرت هيكل مقنم يحترف في نادي الجيش قادم من نادي الخوية
لعب مع نادي الخويا في الموسم الماضي. محاولات لسيدني الاسترالي ملعوبة على الجهة اليمنى إلى لاعب الجناح اللي سجل الهدف الأخير دانييل اللي واضح على الشاشة. 4 أهداف في 17 دقيقة لعب، واضح العجز الهجومي بالنسبة لنادي سيدني الاسترالي في اللقاء إلى الآن. رمية 7 أمتار أولى لمصلحة سيدني الاسترالي، بينما نادي السد كان عنده رميتين 7 أمتار سجل في واحدة وأضاع الثانية. 7 أمتار واللاعب رقم 6 ريني هو من ينفذ رمية 7 أمتار ويسجل من خلالها الهدف الخامس. ينجح إذن سيدني في أول رميات 7 أمتار في الشوط الأول لمصلحة سيدني، والفارق 7 أهداف مريح لزعيم الأندية الآسيوية نادي السد القطري ب6 ألقاب آسيوية حققها نادي السد، لذلك نسميه زعيم الأندية الآسيوية سواء على بطولة آسيا أو بطولات المحلية العديدة. كرة قوية وخارج المرمى من لاعب نادي السد، تعود سريعة لمصلحة سيدني الاسترالي. تصدي ممتاز من الحارس الجزائري عبد الملك سلحاج، سريعة لنادي السد، حاول يقطعها اللاعب الاسترالي، بالفعل يقطعها. هجمة مرتدة، هجمة ممكن تسجيل الهدف السادس، ممكن بالفعل يسجل الهدف السادس وأول أهداف هذا اللاعب رقم 9 جاكوب لاعب سيدني الاسترالي. إذن جاكوب يسجل الهدف السادس ويقلص الفارق ل6 أهداف لمصلحة نادي السد، التفوق ب12 هدف. كرة لنادي السد في الجهة اليسرى، سلف الدين نويتش إلى صبحي سعيد للاعب الدائرة ماريو، وحكم اللقاء يعطي إيقاف أو إنذار بإشارة واضحة بالدفع من اللاعب الاسترالي. رمية حرة وليس رمية 7 أمتار لمصلحة نادي السد، وهنا الإنذار الثاني بالنسبة لسيدني الاسترالي في الدقيقة 20 من الشوط الأول. إنذار وحيد على نادي السد من نصيب اللاعب رقم 25 سلف الدين أوميتش. كرة لمصلحة نادي السد عن طريق جعفر عبد القادر، برافو جعفر عبد القادر نجم المنتخب البحريني ونادي الغرافة أيضا، يلعب لنادي الغرافة في الموسم الماضي وتم الاستعانة به في هذه البطولة العالمية، بطولة العالم أبطال القارات للأندية. 13 هدف لنادي السد و6 أهداف فقط في 20 دقيقة لعب من الشوط الأول. كرة لمصلحة سيدني الاسترالي على الجهة اليمنى، تبادل في المراكز، خروج اللاعب رقم 8 فيكتور لاعب الدائرة، اختراق من 6 أمتار ولاعب غير مراقب هو اللاعب رقم 11 لينستروم هو من يسجل لسيدني الهدف السابع، وهدفين للاعب لينستروم. محاولة لنادي السد عن طريق صبحي سعيد، والحكم يشير بالمشي 4 خطوات ولكن في إتاحة فرصة ورمية حرة لمصلحة نادي السد. تنفذ الرمية الحرة على الجهة اليسرى، جعفر عبد القادر إلى سيد قناوي، مرة أخرى صبحي سعيد يحاول جعفر، تصويبة قوية حلوة، برافو من جعفر عبد القادر اللي ينزل في الدقيقة 20 من الشوط الأول ويسجل هدفين على التوالي للمحترف البحريني جعفر عبد القادر. كرة سريعة لسيدني الاسترالي عن طريق اللاعب دانييل، ولكن تصدي من الحارس الجزائري عبد الملك سلحاج في اللقطة الماضية. تعود الكرة لمصلحة السد القطري، وأمين بن نور مراقب رقابة لصيقة من اللاعب الاسترالي،
يحاول جعفر عبد القادر خطأ، والحكم يشير بأن ماريو كان داخل منطقة الستة أمتار وممنوع لاعب الدائرة يقطع من منطقة الستة أمتار، بالتالي خطأ على نادي السد وتعود لمصلحة سيدني الأسترالي. كرة لمصلحة سيدني عن طريق اللاعب دانيال إلى ألكسندر صانع الألعاب، وهنا لانستروم هو من يقوم بصناعة الألعاب لسيدني الأسترالي، بينما ألكسندر يلعب على الظهير الأيمن ويسجل ألكسندر بمجهود فردي. أو ريناتو ليس ألكسندر، اللاعب رقم 27، وتحية من مدربة فيليب بهذا الهدف الثاني له شخصيا في الشوط الأول إلى الآن. 23 دقيقة لعب والتفوق سداوي قطري بفارق 6 أهداف. محاولة لجعفر إلى ماريو، كرة ذكية وممتازة للاعب نادي السد ماريو اللي سجل هدف سهل عن طريق الدائرة لمصلحة نادي السد. هناك إيقاف دقيقتين على أحد لاعبين سيدني الأسترالي اللي هو اللاعب رقم 11 لانستروم في الخط الخلفي. إذن سيدني الأسترالي منقوص من لاعب، بالتالي طبيعي من المدرب بونجي البناني بإخراج سيد علي قناوي برقابة لصيقة على أخطر لاعبين سيدني الأسترالي، اللاعب رقم 27. محاولة لسيدني على الجهة اليسرى والبحث عن الهدف التاسع. دانييل تبادل في المراكز، برافو عبد الملك سلحاج، ولكن ما في أي رقابة بالكرة الثانية وهدف سهل لمصلحة سيدني الأسترالي، هو الهدف التاسع عن طريق اللاعب اللي واضح على الشاشة رقم 9 جاكوب، وثاني أهدافه الشخصية جاكوب. عدم التغطية بعد ما تصدى للكرة الأخيرة عبد الملك سلحاج. كرة لمصلحة نادي السد، أمين بن نور، تمريرة للاعب الدائرة ماريو واللي يحصل على رمية 7 أمتار ثالثة لمصلحة نادي السد في الشوط الأول. لاحظ التدخل أثناء التصويب على اللاعب ماريو توميتش، ويحصل ماريو على رمية 7 أمتار لمصلحة نادي السد. في التنفيذ المتخصص أمين بن نور المحترف التونسي في صفوف نادي السد، ويسجل في هذه المرة ويؤكد تفوق نادي السد ب7 أهداف فارق، 16 مقابل 9. محاولة لسيدني، وإلى الآن منقوص من لاعب، 10 ثواني متبقية ويكتمل الصفوف سيدني الأسترالي. كرة للاعب سيدني الأسترالي، اللاعب رقم 6 ريني، وتصويبة قوية من اللاعب رقم 4 دانييل، هو من يسجل لسيدني الهدف العاشر. دفاع قوي على لاعب نادي السد ماريو توميتش، وهنا توجيه من المدرب لسيدني الأسترالي فيليب. محاولة لنادي السد في الجهة اليسرى عن طريق جعفر عبد القادر، والرقابة اللصيقة على أمين بن نور نجم نادي السد القطري في هذه البطولة. هناك انذار ثالث بالنسبة لسيدني الأسترالي، استنفذ العقوبة التصاعدية الثالثة سيدني الأسترالي بالكرت الأصفر الأخير. أمين بن نور، صبح سعيد، تمريرة ذكية ولكن استلام غير جيد من ماريو، ومحاولة لسيدني مشي بالكرة بالفعل، أو الحكم يشير بأنها دبل دربل على لاعب سيدني الأسترالي ليعود في الدفاع. سريعة أمين بن نور لسيد قناوي لاعب الجناح الأيسر لنادي السد في هذه المباراة. محاولة لنادي السد عن طريق جعفر عبد القادر، جعفر اللي عند الكرة، تمريرة ذكية لفهد البيشي، فهد برافو، هدف جميل لفهد البيشي نجم منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية الحاصل على برونزية العالم الماضية في البرازيل في الشهر الماضي.
وهدف جميل لفهد البيشي، هو الثاني في لقاء اليوم. فهد البيشي كما ذكرت هو لاعب نادي الغراف القطري ومعار في هذه البطولة لنادي السد. 17-10، يبقى الفارق 7 أهداف وثلاث دقائق متبقية على نهاية الشوط الأول، والكرة لمصلحة سيدني الأسترالي. على الجهة اليسرى دانييل، مرة أخرى إلى لانستروم، محاولة وخطأ ورمية حرة للاعب اللي واضح على الشاشة رقم 3. محاولات إلى الفريق الأسترالي في المنتصف، وأخطر لاعبين الفريق الأسترالي ريناتو. ريناتو إذا يسجل الهدف 11، واللاعب الأشول هو أخطر لاعبين سيدني الأسترالي، وبالثبات تخادع حارس مرمى نادي السد عبد الملك سلحاج. 6 أهداف الفارق، دقيقتين متبقية على نهاية الشوط الأول، والكرة سداوية عند صبحي سعيد. فهد البيشي ينزل كدائرة ثاني، برافو فهد، ولكن كان أعتقد فيها خطأ، ولكن الحكم يقول ما فيها شيء. تعود سريعة لسيدني من هجمة مرتدة سريعة، وهدف لمصلحة سيدني الأسترالي. شوف الخطأ الأخير اللي ما احتسبه الحكم لفهد البيشي، وكرة أسترالية عن طريق هذا اللاعب اللي سجل الهدف الثالث اللي هو جاكوب. وقت مستقطع أول يطلبه المدرب التونسي لنادي السد منجي البناني في الدقيقة 28 و29 ثانية. صبحي يعمل لك مانتومان كروس معاه وتطلع بالشوط، يا تخلي شوف خلي الشاس الامين، كان امين جا معاك يا شدي البيش يلعب انتوا الاثنين كان بدو كان غيروا دفاع. انا اشوف كيفاش تسوي معاك. يلا شباب يلا شباب يلا شوي هاي هاي شباب هاي شباب. ينتهي الوقت المستقطع الأول لمصلحة نادي السد، وطلب المدرب منجي البناني بعد ما حسن لاعبيه بدأ شوي الرتم عندهم ينزل مع الدقائق الأخيرة للشوط الأول، وكرة لمصلحة نادي السد ولكن في القائم الأسترالي، سريعة لمصلحة سيدني. 5 أهداف الفارق بعد ما كان 7 لمصلحة نادي السد، ومع نهاية الشوط الأول دقيقة متبقية على نهاية الشوط الأول، والكرة لمصلحة سيدني الأسترالي عن طريق اللاعب رقم 9 جاكوب للاعب الدائرة، واستلام جيد للاعب الدائرة الأسترالي وتسجيل الهدف 13 للاعب نيكلاس، وأول أهداف هذا اللاعب على منطقة الدائرة لمصلحة سيدني الأسترالي. إذن يقلص الفارق سيدني مع نهاية الشوط الأول ل4 أهداف. كرة لمصلحة السد، ماريو، شاهدنا 4 أهداف لنادي السد من خلال اللاعب ماريو عن طريق الدائرة، ورمية 7 أمتار يحتسبها الحكم. هي صراحة ما فيها رمية 7 أمتار لأن اللاعب المهاجم هو من أدخل اللاعب المدافع، عموما يحترم قرار الحكم. ورمية 7 أمتار رابعة لمصلحة نادي السد في التنفيذ، أمين بن نور. أمين بن نور وتسجيل الهدف الثالث من خلال رميات 7 أمتار
والأخير ربما في الشوط الأول بالفعل هو الأخير. إذن ينهي السد هذا الشوط الأول بفارق 5 أهداف لمصلحة نادي السد. لا تذهبوا بعيد.